الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل معكم إخواننا الكرام في شرح كتاب الورقات للشيخ الجويني رحمه الله تعالى. توقفنا في هذه العبارة في قول الشارح حفظه الله: ولذا اقتصرت في شرح هذا على الاختصار ونصرة منهج سالكي سنة سيد الأبرار. هنا عبارة عن قوله الاختصار. هنا أيضا في هذا الكلام يوجد تعليق، لأننا قلنا سابقا أن هذا الشرح ليس مختصرا وإنما هو شرحا مطولا، فعبارة الاختصار هذه ليس في محلها. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: ونصرة منهج سالك سنة سيد الأبرار، أي أن الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه اعتمد في هذا الشرح بتقديم الأدلة النقلية على الأدلة العقلية والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو ملاحظ في كتابه. ثم قال: والذب عنها وعن أهلها سالكا من ذلك في محجة جلية غير عويصة ولا خفية، وتركت التعمق في الدقائق. كذلك هنا عليها كلام هذا الشرح، هذه العبارة، أي أن الشيخ تعمق ولم يترك التعمق، وإنما بالعكس فصل في بعض المسائل والتقحم في المضايق رجاء أن ينتفع بشرح هذا المبتدئ والمنتهي. هنا حقيقة قول الشيخ رجاء أن ينتفع بشرح هذا المبتدئ هو حقيقة توجد بعض المسائل لما يراجعها الإنسان يجد أنه يفهمها مباشرة. مثلا تجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فأي واحد حتى ولم يطلب العلم، أي إنسان ليس دارسا لعلم الشرع، تقول له قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي كما رأي كما هو أمامك يصلي، فيقول لك: نعم، كيف هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر واضح هذا في حق المبتدئ. وكذلك إذا قلت أي إنسان قال لك رسول الله: خذ عني مناسككم، أي اعتمر مثلي، فإنه كذلك كذلك يلبي الأمر مباشرة ويحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأي أحد من أمة النبي إلا وتحب دينها. هذا فيما يخص للمبتدئ، فإن بعض المسائل في التحقيقات هذه تحقيقات سهلة وبسيطة. ثم قال الشيخ حفظه الله: والمنتهي، أي معنى هناك بعض مسائل عويصة ومسائل موسع فيها لا يفهمها إلا من هو متعمق قليلا في العلم الشرعي ودارس وفاهم للمسائل. مثلا تجد في مسألة اجتهاد، هنا لا يمكن للمبتدئ ولا يمكن ليس لديه علم في تخصص الشريعة أن يفهم الاجتهاد، لأنه هنا ذكر الشيخ مسائل خلافية، خلاف المسألة الأولى، ثم ذكر المسألة الثانية في بيان قول الاجتهاد، ثم المسألة الثالثة، ثم المسألة الرابعة، وفصل في ذلك وبين أقوال العلماء في مسألة الاجتهاد. فهذه المسألة ومن شابهها لا يمكن أن يفهمها ولا يطلع عليها إلا أولو العلم وإلا أهل العلم وإلا طلبة العلم، فهي خاصة للمنتهي ولا تشمل المبتدئ. ثم قال الشيخ هنا حفظه الله تعالى: والأثري والنظري، أي يفهم هذا الشرح الأثري والنظري. معنى الأثري أي الذي يتبع الأثر ويقدم النقل على العقل. وعندي هنا ملاحظة على قوله الأثري، فليس كل أثر إذا جاء في الكتاب والسنة، إذا جاء خصوصا في غير الكتاب وغير السنة، فيمكن العمل به. لذلك تجد بعض أفعال الصحابة لا يمكن الاعتماد عليه كثيرا، وحتى بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أفعاله صلى الله عليه وسلم
توجد بعض الأفعال وبعض بعض الحركات التي قام بها لا نقول أنه يجب علينا أن نتبعه فيها، لأن تلك الحركات من طبيعة البشرية وداخلة في الجبلة البشرية، ولا نقول أن أي أثر وأي أثر خارج داخل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونتبعه، لأنه لابد علينا أن ندرس الوقيعة التي جاءت التي ورد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل، هل أراد بذلك التشريع أو أراد بذلك مجرد البيان أو أراد بذلك بالطبيعة البشرية أو ذلك من خصائصه أو ذلك فقط أراد أن يبين حكما علة أو حكما شرعيا ليس فيه تشريع، علة أو حكما ليس فيه تشريع خاص مثلا في واقعة معينة وغير ذلك من الأفعال التي ليس كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال تعبدية. وهنا لذلك تجد بعض الناس يقول أنا أثري، فهذه إذا كنت أثري يا أخي الكريم فعليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل تصرفاته من الألف إلى الياء، أي أنك تتبعه في كل حركاته وتكون مثل ابن عمر رضي الله عنه، وهذا مستحيل لا يقوم به أي أحد. فهذه عبارة الأثري الناس الآن حاليا الذين يتقيدون بها فهي عبارة ليس في محلها. ثم قال والنظري، أي الذي يقدم العقل على النقل، وهنا ترجع وهنا يرجع إلى بعض العلماء الذين لا يتبعون السنة، وكل العلماء المنحرفين المخالفين عن الطريق المستقيم الذين يقدمون العقل على النقل، كالفرق الخارجة عن المعتقد الصحيح كالمعتزلة وكالجبرية وكالأشاعرة وكالجهمية وكالشيعة وكالفرق الذين يتعبدون الله تعالى بغير دليل. هنا أطلق عليهم الشيخ عبارة النظري، أي الذين يعتمدون على النظر والفكر ولا يعتمدون على الأثر. قال الشيخ أيضا وسميته التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات والتنبيهات على المسائل المهمات. التحقيقات أي التخريج الأحاديث، وهذا ليس مكانه، وإنما كان عليه فقط أن يسمي هذا الكتاب التنقيحات السلفيات على متن الورقات والتنبيهات على المسائل المهمات بدون التحقيقات، هذه عبارة زائدة في هذا الكتاب. حقيقة التنقيحات وهي أيضا التنقيحات عليها قليل من الملاحظات لأنها أقل توسعا من التحقيقات. التحقيقات هذه عبارة موسع فيها كثيرا، والتنقيحات أقل توسعا فيها، وكان عليه فقط أن يسمي التنقيحات أو يقول التنبيهات أو يقول التنبيهات السلفيات على متن الورقات مع ذكري مع الاستدلال أو مع ذكر بعض المسائل المهمات. يقول هكذا ويؤلف الكتاب بهذه الطريقة، يقول مثلا التنبيهات السلفيات على متن الورقات مع ذكر بعض المسائل المهمات، هنا هذا العنوان مقبول. أما التحقيقات والتنقيحات فهو عنوان طويل وليس موافق لمثلا لمقصود كتاب الورقات. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية القائل فمن بنى الكلام، هنا في سياق أراد الشيخ الاستدلال على هذه العبارة في سياق تقديم النقل على العقل في أي فن، في علم الأصول أو حتى تكون في الفلسفة وتتحدث في علم المنطق لابد أن تستدل بالقرآن والسنة، فكل شيء إلا ويوجد في القرآن والسنة. قال الشيخ الإسلام فمن بنى الكلام في علم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. هنا نرجع دائما إلى الأصل ونعزو الكلام إلى مصدره الأصلي. فمن بنى الكلام هنا، لأنه هنا يوجد فرق بين نقل الشيخ مشهور حفظه الله تعالى وبين نص الكلام في المصدر الأصلي، لأننا إذا جمعنا بين العبارتين تجد هناك اختلاف. هنا قال ابن تيمية
هنا قال الشيخ مشهور حسن حفظه الله نقلا عن ابن تيمية: فمن بنى الكلام في علم الأصول، أي فقد خصص علم أصول الفقه وذكر علما واحدا. ولكنك إذا رجعت إلى فتاوى ابن تيمية إلى الأصل وإلى المصدر، يقول ابن تيمية مخالفا لقوله هناك، قال ابن تيمية هنا: فمن بنى الكلام في العلم، أي في جميع العلوم وليس فقط في علم الأصول الفقه، لأن هذه الألف واللام تدل على العموم، ألف اللام الموجودة في العلم تدل على العموم، أي أي علم، سواء في الأصول، سواء في الفقه، سواء في العقيدة، سواء في القواعد الفقهية، سواء في النحو، سواء في أي علم إلا ويجب عليك أيها الباحث أن تستدل عليه بكتاب والسنة، ولا تقدم الكتاب العقل على الكتاب والسنة. هنا في لذلك هنا يظهر لك خلاف بين العبارتين. قال ابن تيمية: فمن بنى الكلام في العلم، أي أي علم في الأصول، الأصول والفروع، الأصول مثلا علم المقاصد وعلم الكتاب القرآن الكريم وعلم السنة النبوية. هنا هذه العلوم الأصول أي علوم المقاصد، لأنه يوجد عندنا في العلوم علم المقاصد وعلم المسائل. علم المقاصد مثلا ككتاب كالتوحيد وكالقرآن الكريم وكالفقه وكالتفسير، تفسير القرآن، كل هذه وعلوم القرآن وكل العلوم المستنبطة من القرآن الكريم فهي علوم المقاصد. هنا يمكن أن ندخلها تحت هذه العبارة علم الأصول. أما قوله الفروع وهي المسائل، وهي العلوم التي عبارة عن مسائل، كمثلا هنا علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية وعلم النحو وعلوم اللغة العربية والسيرة النبوية وعلم التخريج وعلم تخريج الحديث وعلم مصطلح الحديث، فهذه كلها تدخل تحت هذه العبارة، تدخل تحت عبارة الفروع. قال ثم قال ابن تيمية رحمه الله: فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة، أي من بنى هذه العلوم على الكتاب والسنة، أي استدل بها على الكتاب والسنة وقدم الكتاب والسنة أو بناها علي أو ألف في هذه العلوم بناء على الكتاب والسنة والآثار المأثورة الصحيحة عن السابقين، فقد أصاب طريق النبوة. وهذا حقيقة أن كل علم لابد عليك أن ترجع إليه إلى الكتاب والسنة حتى لا تزيغ عنهما، لأن أي تفكير وأي منهج وأي عقيدة وأي رأي وأي استنباط عقلي خارج عن الكتاب والسنة إلا وتجد ذلك المستنبط وذلك المفكر إلا وتجده منحرف عن الكتاب والسنة. هذا بالتجربة. وانظروا إخواني الكرام وانظروا في زماننا الحالي كل المفكرين الذين يفكرون بغير الكتاب والسنة إلا وتجده أفكار منحرفة مخالفة للقرآن والسنة. هذا ضروري تبني فكرك، نحن لا نقول تعطيل العقل، وإنما تبدأ ببناء الفكر على الكتاب والسنة وفيما بعد تنطلق حتى لا تزيغ، لأنك إذا تركت القرآن والسنة فإنك تزيغ وتصبح تقدم العقل على النقل ويصبح الحقيقة، تصبح الحقيقة هي الضلال والضلال هو الصحيح، فتنقلب الموازين. فكما في زماننا هذا والعياذ بالله انقلبت الموازين، أصبح الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. فلذلك أنصح جميع إخواني الكرام عليهم بالكتاب والسنة وأن يفهموهما ويقدموهما على جميع العلوم حتى يكون تفكيرهم صحيح، وحتى يدخلوا في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالكتاب والسنة هما الحق. إذن نواصل قول الشيخ مشهور حفظه الله تعالى، قال هنا في كتاب التحقيقات، قال بعد أن نقلنا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الشيخ: ولما وقع الانفصام النكد بين الفقه والحديث. هنا أكد كلامه السابق أن بعض الناس يفصل بين الفقه والحديث، أن الفقيه ليس بمحدد والمحدد ليس بفقيه، أي أن الفقه بعيد عن الاعتماد على الدليل،
فالفقه هو في الحديث والفقه علمان مرتبطان، فكل فقيه لابد عليه أن يكون محدث، وكل محدث لابد عليه أن يكون فقيه. فبعض الناس فصلوا هذين العلمين، فصلوا هذين العلمين. من بين ذلك قال الشيخ في هذه الصفحة، صفحة 620، تجد بعض الناس الذين فصلوا بين العلمين. قال إمام الخطيب البغدادي في رسالة سماها نصيحة أهل الحديث، قال فيها: أكد قول الشيخ مشهور حسن حفظه الله: وإنما أسرعت ألسنة المخالفين إلى الطعن على المحدثين لجهلهم في أصول الفقه وأدلته في ضمن السنن مع عدم معرفتهم بمواضعها، فإذا عرف الحديث، عرف صاحب الحديث بالتفقه، خرست عنه الألسن وعظم محله في الصدور والأعين. أي أن الحديث والفقه مرتبطان، فلا ينفك أحدهما على الآخر، فلا ينفك أحدهما على الآخر. ويؤيد هذا أيضا قول الإمام ابن المديني رحمه الله تعالى في هذه العبارة، قال: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. فضروري أن يكون الإنسان محدث وأن يكون فقيها، فلا يجب الانفصال ولا يجب التفرقة بينهما. ولذلك هنا تجد بعض العلماء يفرقون بين في هذا، خصوصا في هذا الزمن، أن المحدث لوحده وأن الفقيه لوحده. مثلا يتهمون الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بأنه محدث وليس بفقيه، وهذا ليس بصحيح. فالشيخ الألباني حفظه الله رحمه الله تعالى فهو فقيه ومحدث. لماذا؟ لأنه تجد في تفصيله لعلم الحديث وتخريجه للحديث تجده يذكر بعض المسائل الفقهية ويتوسع فيها، ودليل ذلك في السلسلة الصحيحة. لما عنوان السلسلة الصحيحة ماذا يوجد فيها؟ تجده يقول حديث السلسلة الصحيحة وشيئا من فقهها وفي من ذكر فوائدها وفقهها، أي ذكر تحت الحديث مجموعة من المسائل الفقهية. وتجده ألف كتاب صلاة التراويح، وتجده ألف كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب مناسك الحج. أيضا هذا يدلك على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان فقيها. وبعض العلماء الكبار بحثت عن طريقة تأليفهم، لم أجدهم يفصلون، ولم أجدهم عندهم علم الحديث، مثلا كابن عثيمين وكابن باز. وأنا لا أقول أنهم ليسوا محدثين، وإنما فقط ذكرت أنهم فقهاء، ولم أقول أنهم ليسوا محدثين، لأنني لم أجد كتبهم في علم الحديث. فمن وجد كتبهم في علم الحديث فإخواني الكرام فلينبهني عليها، ربما أنا أكون أخطأت في هذه المسألة، وربما يكون لم أطلع كثيرا على مؤلفاتهم. فالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ضروري، قال ضروري الجمع بين الفقه والحديث، فمن فصل بينهما فذلك ليس ذلك أصلا يعتمد عليه ويرجع إلى الكتاب والسنة، فضروري عدم الانفصال بينهما. ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى: وتسلح الفقهاء بالقواعد والكليات الأصولية. حتى لا أطيل عليكم إخواني الكرام، وحتى يكون الفيديو على قدر على قدر أنكم تستوعبون المعلومات، في الفيديو القادم إن شاء الله نواصل كلام الشيخ بداية من هذه العبارة: وتسلح الفقهاء بالقواعد، ونبنيها على الفيديو الأول، وإن شاء الله تعالى نكون أفدتكم ونكون بينا في هذا الفيديو ولو فكرة صغيرة عن تحقيقات للشيخ مشهور حسن حفظه الله تعالى. ونتمنى لكم التوفيق والسداد، وشكرا لكم إخواني الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.